للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي مباشرة من الكويت محمد المريري، وهو المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوبكس. محمد صباح الخير، دعنا نبدأ بربما الخبر الطازج وهو بما يخص البريكزيت والأرقام التي نتوقعها بما يخص الرواتب وأيضا الانيمبلويمنت. هل برأيك الآن السوق أو حتى ستليني محتسب أسوأ سيناريو لتخارج غير منتظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ يوم أمس كان هناك استقالة لسبع نواب من حزب العمال، وذلك لمعارضتهم لكيف يتعامل هذا الحزب مع ملف البريكزيت وموقفه من ذلك. يسعد صباحك فاطمة، أهلا. يمكن ما زالت الأجواء ضبابية حول موضوع البريكزيت، ما منشوف أي تقدم أو أي أخبار تساعد الاسترليني على تحقيق أي مكاسب، إلا أنه أسعاره حول مستويات الـ 1.29-1.28 ما زالت ما بتعكس الصورة الحقيقية. يمكن المراقبين كانوا متوقعين تراجعات بأكبر من هذه الأرقام مع هذه الضغوط الحادثة على 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 أسعار الاسترليني وعدم وضوح الرؤية ما زالت. بس يمكن السيناريو الأقرب إذا بدنا نحكي فيه، واللي يمكن بنسبة أكثر من 50% وصول إلى اتفاق قبل الموعد المحدد، لأنه يمكن أعضاء البرلمان البريطاني عندهم فكرة كبيرة عن الأثر والآثار السلبية لتبعات خروج بريطانيا من غير اتفاق قبل الموعد المحدد. فبالتالي نتصور أنه يكون في، ما زلنا عند رؤيتنا يمكن للاست مينت ديل، والأسواق ما زالت يمكن بتحتسب هذا الموضوع. نعم. مشان هيك عم نشوف الاسترليني ما زال متماسك حول مستويات الـ 28-29، ما شفنا أي تراجعات دون هاي المستويات. جولة طبعا جديدة. نفس ما تفضلتي، اليوم في الكثير من الأخبار الهامة على الصعيد مستويات التوظيف والبطالة في بريطانيا. يمكن نشهد توقعات بتشير إلى تحسن طفيف في هذه الأرقام، قد نشهد دفعة لأسعار الاسترليني في حال صدق التوقعات. جولة جديدة محمد من المحادثات التجارية تبدأ في واشنطن اليوم بما يخص محادثات الصين والولايات المتحدة. هل برأيك، هل أنت متفائل؟ السوق يقف عند المنتصف، في تفاؤل ولكن حذر بعض الشيء. برأيك كيف تجري الأمور وماذا سوف نراقب بما يخص التداولات؟ فاطمة، يمكن بخصوص هذا الموضوع راح يعني الكلام حاليا يجري على تمديد الفترة اللي هي المفاوضات ما بين الصين وأمريكا اللي كانت 90 يوم وراح تنتهي في أول مارس. يبدو أنه التوجه العام إلى تمديدها لمدة 60 يوم إضافي إلى اللي تنتهي في الأول من مايو، مما يعني المزيد من عدم اليقين في الأسواق حتى مايو القادم. إلا أنه يمكن شفنا مع تحسن المفاوضات الأسواق الآسيوية، أسواق الأسهم بشكل عام شفناها متحقق أرباح جيدة مع التفاؤل الجاري بالمفاوضات. الآن من جلسة أمس بدأ الكلام يطلع عن تمديد لفترة المفاوضات. هذا يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية عم تلمس تحسن من الشريك الصيني، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت. فبالتالي قد يكون السيناريو الأقرب في الوقت الحالي 60 يوم إضافي تمديد للمفاوضات بين الولايات المتحدة والصين، مما يعني نفس ما قلنا عدم اليقين في الأسواق لمدة 60 يوم إضافية. هذا السيناريو الأقرب نتصور للتحقق. تراجع على مستوى الين صباح هذا اليوم على خلفية تصريح رئيس البنك أو محافظ البنك المركزي الياباني أنه مستعدين للقيام بدعم نقدي آخر إذا ما احتاج السوق لذلك. هل هذه الإمكانية حيتم تنفيذها؟ وأين ترى الين على خلفية هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الياباني؟ مزيد من التيسير الكمي يعني مزيد من الضغوط على أسعار الين. قد نرى تراجع في سعر الين مقابل الدولار. المستويات المستهدفة قد تكون حول مستويات 107-106 من ناحية الدعم. بالنسبة للمستويات أعلى ممكن نشوف من جديد مستويات 112 في حال فعليا اتخذ البنك المركزي الياباني هذه الخطوة. قد نشهد مزيد من الضغوط على أسعار الين بالتراجع. طبعا الأرقام القادمة من الاقتصاد الياباني، نسبة التضخم، ممكن تساعد البنك المركزي الياباني على اتخاذ هذه الخطوة. قد يكون سيناريو قريب للتحقق، وردة فعله على الأسواق ستكون سلبية على 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 سعر الين، وقد تكون إيجابية في قطاع الأسهم. محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوبك، شكرا جزيلا لك.